والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة، وتقدم لنا ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكم دينا فكري وسحر ناجي، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. شارك البريد المصري في مراسم الاحتفال الرسمي بافتتاح المقر الجديد للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل بمدينة أروشا بحضور رئيسة جمهورية تنزانيا سامية حسن وعدد من المسؤولين المصريين ورؤساء المؤسسات البريدية بالدول الأفريقية. تأتي دعوة البريد المصري لافتتاح المقر الجديد للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل بمدينة أروشا بتنزانيا لتعكس دور البريد المصري البارز والمتميز في أفريقيا. وبهذه المناسبة أهدى البريد المصري صالونا فرعونيا صنع في مصر تم وضعه في قاعة مصر بمبنى اتحاد البريد الأفريقي الشامل. سجلت البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً لمؤشراتها خلال شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 7.26% ليغلق عند مستوى 18873 نقطة. وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 85.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه بنسبة نمو بلغت 7.2%. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بفعل توقعات بأن تخفيض تحالف أوبك بلس للإنتاج سيستمر حتى نهاية عام 2023. وارتفع مزيج برنت بنسبة 1.16% إلى 86.86 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.45% إلى 83.63 دولار للبرميل. أما عن أسعار المازوت فقد ارتفعت عالميا بنسبة 23% لتصل إلى 3.12 دولار للتر. في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.11% لتسجل $2.77 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. استعاد الاقتصاد البريطاني مستويات ما قبل كورونا خلافا لتقديرات سابقة أفادت بأن إجمالي الناتج الداخلي يواجه صعوبة في العودة بشكل دائم إلى هذا المستوى. يأتي هذا حسب أرقام محدثة نشرها المكتب الوطني البريطاني للإحصاء. أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن القمة المرتقبة لمجموعة العشرين في الهند لا تزال مهمة على الرغم من غياب روسيا والصين. وقال شولتز إن مجموعة العشرين لا يزال عليها تقضي مساهمة مهمة والتزام كبير يتعين الوفاء به، خاصة في ظل زيادة أهمية مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. Deshalb ist es ganz, ganz bedeutsam, auch in diesen Zeiten, dass diejenigen, die sich der Demokratie. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر ودينا. إليكما من جديد. شكرا لك ليلى عمر.